أعراض الجيوب الأنفية إما بتيجي من البرد أو من الحر، وبتكون في الأنف مخاط سعال والتهابات حادة بتكون بالأنف، مدخل الزور وفي يعني الأنفية كلياتها، وجع من هان خدود من هان ومن هان ومن هان، هذا الصوابر وجع ورم من هان وذاني، انسداد بالأنف عند النوم ممكن يصير صوت شخير. بتنزل إفرازات الجيوب الأنفية على اللوز وبتعمل فيها إفرازات صديدية واحتقان، ألم في الجبهة، تورم بالعينين أحيانا، بالجفن بصير ورم نتيجة الانسداد إذا كان الانسداد شديد، يعني حساسية في الوجنتين، بصير حساسية شديدة جدا عنده. والله أنا آسف ما سبق تعرضت لها، لا أنا ولا أحد أفراد عائلتي، فبالتالي ما عندي فكرة عنها. اللي بصير في الجيوب الأنفية إنه بصير انسداد في الأنف نتيجة عوامل طبيعية، كل من مواد التنظيف شغلة زي هيك، بصيب الواحد دوخة، بصيب وجع راس دائما باستمرار، بيكتشف بعدين إنه في عنده التهاب في الجيوب الأنفية. تقع الجيوب الأنفية على الخدود وأعلى الأنف، أعراضها الصداع. تفضل. أنا ما بعرف إيش عن الجيوب الأنفية. بالنسبة للجيوب الأنفية تقع أعلى الأنف، وبالنسبة لأعراضها انسداد في مجرى الأنف وسيلان وصعوبة بالتنفس.